على المستوى المحلي، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني دعم ومساندة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذي تميز بالصلابة والجدية، حيث إن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا أن القضية الفلسطينية بتعتبر قضية القضايا، وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضا التهجير وتصفية القضية وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها. خلال ذلك الاجتماع جاء في فحوى الاجتماع من مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت، واللي استمر أكثر من أو حوالي 10 ساعات، ناقش المجلس العديد من الموضوعات الطارئة داخليا وخارجيا ذات الأولوية لدى المواطن المصري. ينضم إلينا هاتفيا السيد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ عماد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني أبرز ما جاء على هذه الأجندة من موضوعات خارجية وداخلية، ونبدأها بالقضية الفلسطينية، أبرز ما أكدتم عليه في جلسة استمرت لأكثر من 10 ساعات أو حوالي 10 ساعات. نعم، طبعا النقاش كان واسع، ولكن كان بيدور في الأساس حول الإطار العام لكيفية المناقشة في المستقبل لهذه القضايا، لكن كان تأكيد واضح على دعم الحوار الوطني عموما للموقف المصري الرسمي والشعبي، الرافض للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، الرافض لتصفيه القضيه الفلسطينيه، الرافض لمخطط التهجير، الداعي ل يعني التمسك بالثوابت المصريه الاساسيه اللي هي دوله فلسطينيه مستقله على حدود 4 يونيو 67. نعم، دي المحاور الرئيسيه، الدعم طبعا للشعب الفلسطيني، ادخال المساعدات، كل ما يقوي صمود الشعب الفلسطيني وكل ما يحقق يعني تثبيته في ارضه اجهاضا لمخطط التهجير، وبطبيعه الحال يعني في اطار التمسك بالشرعيه الدوليه والقرارات الدوليه ذات الصله. نعم. طيب، من الموضوعات ايضا اللي كانت موجوده على اجنده الحوار موضوعين مهمين جدا، الافراج عن المحبوسين احتياطيا، وموضوع الدعم العيني وتحويله الى دعم نقدي، فماذا تم بخصوص هاتين القضيتين؟ فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا، كان التركيز اساسا على اولئك الذين يعني خالفوا القانون في وتظاهروا بدون اذن، لكن دعما للقضيه الفلسطينيه. فمجلس الامناء قال انه من المهم انه يبقى فيه نلتمس من الجهات القضيه المختصه اعاده النظر في هذا الموضوع. اولا طبعا خطر الخروج على القانون، وده فعلا مدام بطبيعه الحال، لكن ايضا ان هؤلاء يعني تم القبض عليهم بتهم هي ايضا كانت تحاول الانتصار للشعب الفلسطيني حتى لو كانت مخالفه للقانون، وبالتالي كان هناك التماس من مجلس الامناء للجهات القضائيه المختصه للافراج عن هؤلاء المحفوظ عليهم. قضيه الدعم العيني الى دعم نقدي؟ لا، قضيه الدعم كما تعلمين مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث في تصريحات صحفيه عن انه سيتم احاله هذا الملف الى الحوار الوطني. الحوار الوطني سيشرع في هذا الموضوع، لم يبلور موقفا محددا حتى هذه اللحظه. بطبيعه الحال هذا الامر يتطلب ان يكون هناك بيانات كثيره ومدققه عن كل ما يتعلق بهذه الظاهره، ثم يبقى فيه خبراء من كل القوى السياسيه وكل الاتجاهات يعني البحث في هذه القضيه حتى نخرج بتوصيات حقيقيه او رؤيه حقيقيه ل الموضوع. أشكرك شكرا جزيلا سيد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.